المدرب اليوناني تاكيس جونياس اللي بيقود تدريب بيراميدز من 25 ابريل الماضي، وقدم حتى الان في 10 لقاءات ماضيه. لمسه الامام منتهى الخطوره، اسلام عيسى، اسلام وقف على كرته، اسلام عرضيه لبره، رمضان والسنده للتوريه، لسه التوريه على الشمال روعه منتهى الخطوره، عبد الله السعيد لم كرته حلو، هوب التصويب والهدف. الله 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 عليك يا ولد، الله هداف فنان موهوب غير عادي بكل تأكيد، مهارة غير عادية لهداف كبير. إنه يا سادة نجم النجوم عبد الله السعيد، لما كرته حلو وعدى حلو وحطها حلوة 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 على شمال الحارس محمود جاد، عشان نادي بيراميد يقول كلمته عشان يتقدم الآن بالهدف الأول في الدقيقة 15 من الزمن. الشوط الأول مهارة وقدرات بدنية وفنية كبيرة غير عادية، وعبد الله السعيد يسجل مشاهدينا الهدف الخامس ليه في الدوري المصري في الموسم الحالي. لسه انتظار تقنية الفار، هل يا ترى في تسلل من الأول على عبد الله السعيد ولا لا؟ هنشوف ونتابع حكم المباراة، حكمنا الكابتن حمادة القلاوي وحكم تقنية الفار الكابتن السيد شعبان. هل يا ترى هدف شرعي؟ هذه العادة مرة ثانية، هذه الباصة، هذه الباصة الجميلة من توريه، وهذه الاستلام من عبد الله السعيد فيها وعليها، فيها وعليها، 50-50. هنشوف ونتابع هل هدف ولا هيتلغي الهدف. هذه المدرب تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز اللي قدم فنية مشاهدينا في 10 لقاءات ماضية، 9 لقاءات في دوري ومباراة في الكاس، وفي 10 لقاءات الماضية فريق بيراميدز مع جونياس حكم المباراة، اداها تسلل، قال لك